FM. الكلمة ليك. ضيوفنا سي فيصل الرئيس وسي مراد جبالي، مرحبا بكم. ماشي، هات نبداو سي فيصل، منين جيتنا؟ وكان نبداو نفهم الحكاية اللي جيتنا على خطرها لليوم. بسم الله الرحمن الرحيم. فيصل الرئيس، بير مسعودة، الميدة. من الميدة، مرحبا بك ومرحبا لسمعوا فينا في الميدة. الله يخليك. عندي راس ولدنا، والولد عرست لصغير، ولد 22 عام، وخذت له طفلة بنت 19 عام. على خاطر باش يجيبونا صغار ونفرحوا بهم. حبلة البنية نعدي لها عند زوج طب في السبيطار وطبيب خاص لبرا. مش تولد نهار 25/5، الطبيب قال لنا هكا وعطانا الدوسي بتاعها، هزتها للسبيطار بتاع مازال مين. كي جيت تولد السبيطار المادة قالوا لنا راه هو طفلة صغيرة، ما عندناش طبيب هنا، نهار 25 طول تهزها للمازال مين. 25/5/2014. اي بالضبط. هزيتها لمازال مين، من في الليل هي شدها الحس، هزيتها مازال مين. مازال مين دوب وصلنا من غير ما شافها، يقولوا لي لا تابع المادة، يلزمك تهزها المادة. يا ودي راه المادة قالوا لي هكا وهكا وهكا وهكا، وراه جبتها لك من هنا هكا. كي شديت فيهم يحاول فيهم قالوا لي برا قص توصيل. طلعت الاستعجالي قص توصيل ب 21000، رجعت لقاها خرجت لبرا، دخلها وخرجها. اشن هي؟ قالوا لي لا مازالت هذه مازالت، وغدوه كي شدها الحس بلدي هزها للمادة. روحت بها بيتها تصيح الطفل، على الفجر هزيتها للمادة، المادة يقولوا لي لا عندها الحس، وارجع تو بها المازال مين. نعاود نهزها كما العادة، مازال مين يعاود يردوها لي، يقول لك لا تمشي تولد في المادة. نركبها نرجع بها المازال مين للمادة، هذه طولي نجي بها. باهي، معناتها انتقاط ما بين المادة وما بين سبيطار المادة وسبيطار منزل تميم، معناتها تهز المازال تميم يقول لك هز المادة والعكس تصير. والعكس. وصلت بها للمادة في الاخر قالوا تعرف خلاك برا، روحت رايح نهزها. روحت للدار ما زلت ما وصلتش يمكن نص ساعة، كلموني قالوا يا واش نعدها المازال مين. هزتها لابيلونس وزوز من السبيطار المادة، هزها المازال مين. في مازال مين كي جوج هاش يهبطوا، هل ما باش يقبلها القوابل نتاع مازال مين. قالوا لها تولد عندكم، هذاك يقول لها عندكم، هذاك ولا يتعاركوا في بعضهم. لين اخر حل القابلة اللي هزتها المازال مين تحكي لهم تقول لهم يا عز عفاها راهي تموت، راهو باباه عنده راس ولد ولا هكا يحكوا لي هم. المهم ما بوش قبلها، خلت هالم فميك وركبت اللابيلونس نتاعها وقالت لهم جبتها لكم انتم تولدها ولا لا، وبالقانون راهو بنت 19 عام ما تولدش عندنا، نحن ما عندناش طبيب في الماده، تولد عندكم انتم، ها جبتها لكم انتم دبر روسكم. هي خرجت مش تروح، ركبت وعندي نسيبتي تخدمهم في السبيطار في الاداره، مشت لهم داس تحاول فيهم يا قبلها قبلها كيفاش المراه باش تموت وتعملوا كاكا، ولو دخلها بالحشمه. دخلت لداخل، دخلها للسبيطار للبيت بتاع اللي يولدوا فيها، وسكروا عليها وقالوا لها انت تحبي تولدي مسميم، ها السبيطار قدامك وبري ولدي وين تحبي. قالت الاخرى غادي خلطنا، نحن ما علمناش اللي هم تعاركوا كاكا وصاروا، نحن خلطنا بعد ما خرجت لابيلونس. قعدنا نستنوا في صال دي ترونت، نستنوا في المراه تولد، نستنوا نستنوا نستنوا، وريناهم كان خارجين بالطفله صغيره مغطينها بالقطنيه اللي هي بتاعنا نحن، القطنيه هذيك خرجوا بها لفوق يجاروا. خلطنا نحن كلنا نجاروا عليها، عرفناها الطفله هذيك تاعنا، زوزها للطبيب نتاع الصغار. الطبيب شد راسه ويقول يا جاب ربي ما روحتش، جاب ربي ما روحتش، اخذي شوفاه نحن زوزنا معاه، خرجنا وقعدنا لبرا. يفرع فاه حتى فك بيت البولار، عمل لها الاكسجين، عمل لها كل السيرو، قعد يقعد يفاه يفرع فرع، خرج يا دكتور شبيها تو نسينا الاخ امها اللي لوطه نحن، ولينا شادين كلنا الفوق بعد الطفل هذا. قال اطلبوا ربي عشان تعيش، اطلبوا ربي باش تعيش، وكا هو هذا اللي نقول لكم، وربي يهديهم ربي يهديهم. قعد يقعد هكاك شديت فينا صحيح شبيه، قال لي تعباه في الولاد طول هكا، قال لي وموجود التو الطبيب وقال لي تعباه في الولاد. من بعد شو عملتوا؟ رجعنا نحن اللوطة، رجعنا اللوطة ما خلناش نزوز تو في وسط نسيب غادي واحد ما زوزناش. بعد جيتي اربع خمسه سوايع بززت المراه عندي، وامها الطفله هذه اللي ولدت، ام اللي ولدت زازت تلقاها دايخه مطيشه على الاخر. تحكي لهم المراه اللي ولدت بحذاها معاها، قلت لهم راهي قريب تموت وراهو ضرباها بالمرفق وراهو ولدت بلا شي طبيب. هي كانت حاضره هذه اللي قلت لكم؟ اي كانت حاضره على العمليه. على في طاوله اخرى بحذاها. وراهي صار وصار وصار. كيف قالت الطفله بعد في الغدوه؟ حكت لنا نفس الحكايات اللي قالت لهم لك المراه، قالت راهو ضربوني مرفق على كرشي دخت وراهم لا طبيب لا حد شيء، راهم هذوك الزوز وراهم عملوا فيا وعملوا عملوا وش ولدوني كاف الاخر، والطفله جابدينها بايديهم. المهم يا اخي بعد هزيت قعدنا نعاركوا فميك، بايست الطفله هي وامها ولوا راكدين الزوز بايسين، جبدوا 12 يوم في السبيطار فهم باش خرجوا. وقت اللي خرجوا الطبيبه اللي تبشر فيها قالت لي يا خويا اسمع هذيك اعطاها لكم ربي حاله باش يريكم وانت شنو صبركم، راهي باش تخرج لكم معاقه وما كان عاشت راهي معاقه. حاصلوا بعد ستة شهور. شكون اللي قال لكم؟ الطبيبه هي اللي قالت لكم؟
طبيبة مش تاع النسيرة، طبيبة تاع الصغار، كل واحد وحده. المهم قعدت مش تشكي بهم، قالك باش تشكي يلزمك تجيب تقرير لليرام. اليرام كي مشيت لتونس للرابطة قالوا ما نجموش تصورها لما تفوت 6 شهور. وصلت 6 شهور عملت لها اليرام بالفلوس، خرجتها للمونبليزير عملت لها اليرام. اليرام جت هوني عندي مكتوبة للطبيب اللي راها يشد دراسة يقول لك هذه إعاقة كاملة. رديتها انا معطوني بطاقة إعاقة من السبيطار، عطوني ورقة باش مشيت خرجت لها بطاقة إعاقة كاملة. وقعدت نمشي بها مرة نبايس بها في الرابطة، تبايس بها المرة عندي مرة في باب سعدو، مرة في مزد ميم سيدي الحسين. كان قاعدة 3-4 أيام في الدار، راهي 10-15 يوم في السبيطار. والتو ما تحبش تعرف السخانة تطلع لها تطيح تتبرمش تسكك تتغزل مرة في الليل مرة في الصباح مرة الحسين. نقول لك من وقتها التو أقسم بالله العظيم أكثر من 25 مليون اللي كانت راس مالي وكنت تخدم بي وكنت عامل بقر وكنت نشتري في الأرض واللي تنبيع في الأرض باش نداوي بي. به اصل الحكايه من الاول معناتها علاش ما قبلوهاش في منزل تميم وعلاش ما قبلوهاش في الميدا؟ فما معناتها ما عندهمش قسم تاع الولاده غادي في الميدا؟ عندهم قسم ولاده لكن يولدوا الحاله سهله بلاش طبيب، عندهم زوز قابل ولا ثلاثه، هو مستوى كاين مستوى مش سبيطار كبير لكن يولدوا فيه، اللي يولدوا الحاله السهله اللي والده برشا مرات وينجمها يعرفوا هما ينجمها يقول لك هذه تولد عندنا ولا هذه عندها غادي، خاطر ما عندهمش طبيب. المدى مانيش اللوم عليها خاطر ما عندهمش طبيب، اللوم على الاخرين عندهم طبيب وعندهم زاد مشت معها لابيلونس وعطتها لكم وقالت لكم راهو عندكم انتم، ولا تحطوا بالقانون تقولها بالقانون 19 عام ما نولدوهاش عندها يلزمها تولدها انتم يلزم كذا معنا. به سي مراد ما مشيتوش معناتها شفتوا الطب غادي حكيتوا معاهم ولا قعدت الحكايه كيكه معناتها اللي انتم استنيتوا 6 اشهر باش يخرج تحاليل نتاع الار ام؟ هما قعدنا نستنوا في الار ام هذيك وعلى اساس حتى كي نمشوا لمنزل تميم غادي كاي الميكرو سي مراد. قلت لك على اساس حتى كي نمشوا لمنزل تميم غادي كاي، المشكله في منزل تميم وانا ما يحبش حتى واحد يتحمل المسؤوليه، فهمت؟ لا واحد لا مسؤول كبير ولا مسؤول صغير ولا اي انسان معناه باش يدلك على باب معناه منين تدخل وشنو واجباتك انت وشنو هما اللي نجموا معناه مسؤوليتهم معناه، فهمت؟ ما ثم حتى واحد، الجواب ما ثمش. والمشكله حتى المراه كيف قبلها ما نعرفش حتى عم فيصل ما قالكش على الواحد المشكله المراه حتى كيف قبلها هي نورمالمون المراه تولد بعمليه. المراه قبلها معناها من غير ما شافوا لها دوساها من غير ما خلاها لاخر لحظه لين المراه صيب معناها وصلت في حاله موت المراه. هاك ساعه باش تدخل وهاك ساعه باش معناها اخسر مضره لوين؟ سامحني باش تكلم راهي قالت لك ان كان نصيح ونقول لهم يا ودي هزوني بالعمليه، راهي مدام السافي قالت لي تولدي بالعمليه، تقول لها العمليه سهله، هي العمليه سهله، يلا اسكتي ولدي كاك تولدي كان كاك ماك تحب تولدي هني تولدي كان كاك معناها باش مات مش ماتة مشي معنا مي معناتها الكلام هذا شكون وصله لكم؟ هي هي كانتي هي وصلت اخويا هذه العمليه هذه ماهيش كان الكار اللي صارت معنا كل يوم يصير بالنسبه لمنزل مين معاملتهم مع النساء هذوك ما كل ما نعرفش نتيجه الضغط اللي على السبيطار ولا الله اعلم هم شنو الظروف والكار اللي عندهم هم حاجات معناها مش كان معنا تصير مع اي انسان مع في اي لحظه وفي اي مديمة اللي اختارت بيه هذه موجوده في منزل تميم ولا واحد يتجرأ باش يتحمل المسؤوليه ولا باش سامحني نقول لك طيب. حاجه في تدخل اخر نزل في بنتي للرابط بروفيسور اللي تعدى عليها في الرابط ايش قلت لي واحده هنا زاده في مزاف في نابل هنا الطبيبه بتاع اعصاب ولا لا ايش تقول لي؟ قالت لي نقول لك الحاله هذه انا دوبا فليت عليها قالت لي ما تقوليش منزل تميم قلت لها منزل تميم قلت لي لكان تونس الكل في الشهر تبعث عنا 20 حالة مزد ميم وحدها تبعث 20 حالة في النوع عظيم تاع بنتك أنا كل يوم قاعدة تصير في مزد ميم راهو كان نهبط المساج كل يوم نهز بنتي مرة نهار بعد نهار راهو يجي 20 امرأة كل واحدة شادة ولدها ولا بنتها مناش تقول لي عذبها في الأولاد قعدوا لها في الأولاد تشكيش تقول لك لا يا خوي رجلي ما يحبش ولا هم تو ما عادش يعدوا لي تو ما يعملوش مساج تو كذا 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 هالنهار بركة يعني إذا مدة جمعة معناتها تقول أنت في سبيطار مزد ميم فما نقص في الإمكانيات فما نقص في مش في الإمكانيات الامكانيات تو باش تولدها تولدها بداها تجبد بطبيب يعمل عمليه ما فماش مسلم باش يجرح حتى العمليه ماشي امكانيات سامحني ما لا شنو الضمير ما فماش اللي يخدموا القوابل وكلها تو تحطك تقول لك طول تدخل اي بالضرب تحب تولد مش عيب كان تجيبه في الذر تجيبه كذا كذا كاين يعطوهم لهم هم كان يشوك لهم هم كان سامحني راني هم هذول الزوز القوابل نعرف حتى اساميهم اعطوني اساميهم راه وعندي شاكي بهم راه
اللي هم يرقدوا في الليل مرتاحين مع صغارهم ورجالهم واحد. وانا نصف الليل ماضي ساعه ماضي ساعتين متري كان مخدم كرهبتي وخارج بنجري بنتي للسبيطار مزبي نوصل غادي نقسم لك بالله يجي 20 مره نوصل غادي كان تلقى بصغار فماش بصغار يولي الاستعجالي ايش يعملوا يعرفها ولا الكل يعرفها دوبا الفلر ودينا يعرفها اذا نقولها زريقه بتاعك مخدرات دوخ ترقد نقعد بها كسوعة غاديك نروح بها الأصباح صبح عاود ثلاثة أربع أيام من فاقة تكر تنحى تكر المخدرات تكر الزرقة ذيك وكل واحد راهو عنا تعود من جديد الحكاية تعود من جديد راهو عنا دوي نجيبه فيه من فرنسا لما عطيني رخصة من السبيطار باش نكلم شكون وشكون باش جيب لي من فرنسا الدوي هذي ما عناش في تونس البنت ولدك بنت ولدي فاليوم قوت فاليوم قوت هو باش ما يفهمش في تونس بكل هيثم وينو هيثم في الحكايه الكل في الدار عندي بالزواج شنو الحاله نتاعو توا يخدم ما يخدمش لا يخدم كيفاش قاعدين قعدنا هو الكل اللي نصرف ونفرع عندي بقرات تحليب انا نفرع به وكو حتى اللي كان عندي الاخر كله مشي على راسي باهي انت نداك توا وجيت بحذانا لهنا نداك لشكون معناتها تحب تفهم معناتها الصحه سامحني نزيد نحذفك حاجه اخرى لوزارة الصحة ولا للسبيطار ولا لأي مسؤول في النوع هذايا يبعث هنا كانت تداوى برا يبعث هنا كانت تداوى هنا يداوى هنا ما تداواش وما تتبعث هي إعاقة كلية عندها إعاقة كلية قال لك المخ نتاعها ما دارش فيه الأكسجين هذا الطب باش يقولوا لي ما خذتش الأكسجين الكامل في خلايا ما خدمتش إذا ينجموا يخدموها ينجموا يصلحوها لبرا ولا هنا يقولوا لي بنتي ما ينجموش يقولوا لي سلم فيها خلينا نقعدوا نخزروا لها لين تموت نقعد نجري كل ليل ونهار واحد ولا نهزها ونحطها في السبيطار ونروح خليها عندكم خليها ما تزرقولهاش ما تقدرولهاش خليها تموت خلينا نرتاح الناس الكل هذا اللي نقول لك وراهو على فكره سيد الوزير كي جاك النهار قابلته وعطيته جواب شكايه اش قال لك؟ ما قال لي معناتها جوست عطاك المطلب عطيته المطلب هكا هو حتى عطاه لواحد اخر وراهو مشيت للاداره وعندي شكايه غادي وعندي طابع نتاعها وما ريتش حتى شيء ردوا لي ولا حاجه كي يجي دخلها زاد الصحافه الواحد ومشوا به للمراه عندي خاطر روح حالتها وحكيت لها المراه بالتفصيل هذا هو عاودناه من دون جديد عنده هو يسمع فيه معناتها المطلب نتاعك موجود على بيرو الوزير وزير الصحه مرتين عطيه وزاد خذيه من عند المراه عندي لي رام وخذيه اوراقها قال لها سمعتك يا مدير يعمل الله ومشي وما فماش رد وما فماش حتى حاجه مازلنا ما نعرفوش معناتها والاعاقه نتاعها تنجم ترجع لباس معناتها شنو قالوا لك الطب بالضبط؟ الطب ما يقول لك شيء يقول لك انت والعمر وانت وربي كان ربي يشفاها تشفى ما يعطيكش ما يعطانيش حتى واحد حل اللي معناها هذاك هو يقول لك لا هذه كان فرعها صح قليل اللي يقول لك اسمع شد في ربي وربما في الكبر ما تمشي تتقادى لين تولي معناتها احنا معناتها نداك للوزير الصحه انه المطلب نتاعك انه ياخذوا بعين الاعتبار ويعاونك بانه رداينا تعمل العمليه وترجع لباس كانت تستاهل عمليه يعملوا لها كانت تستاهل تداوى تداوى ما تستاهلش الا غالب هذاك هو هذا هو المطلب نتاعنا لا حاجتي بفلوس لا حاجتي حتى بحاجه انا صرفتهم شو ما عادش عندي ما نصرف ما عادش عندي وما نجمش ونز واش نهز الرابطه كل يوم يشيل وذاك هو حل مش يعملوا لها اذا طارت تجي متخدم كما قلت لك زريقه ما يعطوها لها باش تبطل ولا يزيدوني في تخفي فاليوم قوت تخفي صبريل يعرفوه الناس كلها هضمنا كلها تاع صاب تخفي ديباكين تخفي هي توزن 10 كيلو تو تخفي 350 معناها اخر حد تخفي وهي توزن 10 كيلو وعمرها عام وثمانية شهور لحطت ايدها في فمها ايدها ديما كاش هكا لوطا ولا التالي ولا تمشي لا تقعد لا تتكلم لا ما تعمل حتى شيء حتى شيء ديما مسبوله الماكله نوقفها مره بزريقه مره بالمغرفه كذا اللي بالقطره بالقطره بشوي بشوي تغط في كراجي ما تنجمش حتى تعد سي مراد كلمتك للوزير الصحه اللي عنده المطلب نتاعكم والله نحاولوا احنا نتصلوا به وزاد نتصلوا زاد بالسبيطار منزل التميم وهو موضوع للمتابعه والله بالنسبه للسيد الوزير هو ماهوش الواحد لا محاله يعذر بظروف ماهوش كان مطلبنا نحن على تولته هو تبقينا بالنسبه لولايتنا بالمنزل التميم بالتحديد فماش امكانيه باش ننظرن بنظره لافته هكايا ونجمش يعاون على الحالات اللي كما هذه خاطر متضررين انتم تقولوا لي مش كان حالتكم انتم موجودين الحالات في سبيطار منزل التميم اذا كان ما كانتش بالنوعيه هذه موجوده بنوعيه واحده اخرى فما تبقينا السيد الوزير ينجمش يلفت لنا نظره بالنسبه لسبيطار منزل التميم قاعدين للتحسينات للي موجود فيه التكوين زاد الليتار معناه حتى نفسانيين باش يكلموا الناس يمكن خاطر زاده فما ضغط زاد على الاطباء اللي موجودين والممرضات فما ضغط كبير حتى ولا يكون فما ضغط فما القوابل مطيشه برا
انت تو يحكوا لي كل يوم مثلا كل يوم الصباح ساعه زوز قوا بلاشي قايله كل مره يبدلوا، فماش واحد يقول لك عندي ضغط ما دام عندك شكون يبدل عليك ما ماش ضغط. ما عجبتكش الخدمه ما تضرنيش نيبط، عندي نايم ما عجبتكش خدمه تجي تضرني نيبط لي ما تضرنيش ياسر عليك. قولي كلمي المدير نتاعك كلمي الشاف اخويا راني ما نجمش، زيدني في خدام زيدني واحد اخر، شبيك تضرني شبيك تضربني شبيك تهلك لي بنتي هكاك ليه؟ انت ترقد مرتاح ومسبول بحذا راجلك بحذا مرتك بحذا صغارك ونين نبدا نجي ونبكي نهار كله نحن نتباكوا على طفلة نهار كله نوحوا على لا ولا حتى الله. الماكله اللي عاد شبعانين بها تصور معناها حاله قلت لك حتى الماكله ما عادش شبعانين بها ونعم الوكيل فيها. واذا كان هما تو واذا كان هما مثلا في السبيتار كايتار ناقصين حاجه هما اللي طلبوا بها ماناش نحن، احنا ما نعرفوش الحاجات هذه هما اللي نجموا يطلبوا بما وزير الصحه باش يحسنوا ظروف السبيتار يحسنوا ظروف السبيتار هذوما اذا كان عندهم معناه ضمير ويحبوا ينجموا يخدموا. سامحني يا عايشك لو انت سبيتار معبي ولو كان نقول لك زاد على فكره اخرى راه العساس اللي فميك وليت صاحب انا وياك منظم المشي والجاي هو يبات في الليل منين نمشي ونجي فميك نايم في يقول لي رجعت بها حاكي العاده شو يقول لك انت تابع الماده شو يقول لك هز الماده هذا العساس العساس اللي فمي يخدم معاها. كي قلت له تشهدش تقول لي كلام هذايا قال لي لا ما نجمش نشهد على زملائي قالوا لي جي اربع مرات وبعد قال لك لا ما نجمش نشهد. انت يا اختي كي ما تنجميش والسبيطار معبي واحد ما تقولي ليش مازالت مش باش تولد برا روح بها ولا ما تشديهاش بالسيف طلع لها من راسك هكاك قول لي هاي هذه لابلونس هزها لنابل هزها لتونس برا يا خويا دبر على كنتك هزها للكلينيك هز ايش باش تعمل لها راني ناهي ما عنديش وين نحط هزها للكلينيك. اما هي تجي تقول لك لا هذه مازالت حبت لها ثلاث اربع ايام اخرين برا روح بها تقعد انتم تهزوا وتجيبوا نهزوا ونجيبوا تسرحيني قول لي ما عنديش وين نحطها برا هزها لطبيب اخر هزها سبيطار واحد اخر هزها لبلاصه اخرى كيما بعثوني الماده اللي كنت بعثيني انت النابل بعثيني حتى لفرنسا بعثيني درا لوين وما تخلينيش عندك تعملي فيك العمليه هذيك. كاب اف ام الكلمه ليك.